هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مدارج السالكين. وصلنا إلى منزلة الاعتصام، وسرنا طويلا في منزلة الاعتصام حتى وصلنا إلى الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة الاعتصام بالله تعالى. وقلنا أن الاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد. الترقي عن كل موهوم، وتكلمنا في المرة السابقة في الحلقة السابقة مباشرة عن الأوهام وكيف تتخلص من تلك الأوهام. الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد. قلنا أن معنى ذلك الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد هما مرحلتان، الانفصال ثم الاتصال، ولا يمكن أن يحصل أبدا اتصال بدون انفصال، لابد من الانفصال أولا. وتكلمنا عن قضية الانفصال، أن الانفصال أولا انفصال القلب عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب. انفصال القلب عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب. الله يريد منك فحقق مراد الله، والله جل جلاله يريد من كل إنسان مرادا قد يختلف عن الآخر. فاعرف أولا مراد الله منك، ثم اقطع حظوظ النفس والشهوات عن مزاحمة مراد الرب. هذا هو الانفصال الأول، أن ينفصل القلب عن الشهوات عن الحظوظ والمرادات. اثنين، انفصال القلب نفسه مرة أخرى عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى. قد ينفصل الإنسان عن حظوظه وشهواته ولكن يظل يلتفت إليها، يعني هو بطل معاصي وذنوب وانفصل عن الشهوات المزاحمة لحق الرب جل جلاله، لكن هو ما زال في قلبه مرض يشتهيها فلا يزال يلتفت إليها. لذلك ذكر العلماء أن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، وتذكر حلاوة مواقعته، فربما عاد أو هاج هائجه. هي دي الإشكال، إنه بطل تدخين بس ما زالت نفسه تحن إليه، بطل مشاهدة الأفلام القذرة ولكن ما زال يشتهيها، بطل وبطل وبطل، لكن من أخطر الأشياء هذا الالتفات، إنه يلتفت. وإحنا عشان كده قلنا إيه؟ الإخلاص، تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. حل عشان ما التفتش أعمل إيه؟ أغمض لكي لا ألتفت. أعمل إيه؟ أغمض، تغميض عين القلب. وهي دي القضية بقى، إنك تعرف أنت تفتح قلبك وتوسع حدقة عين القلب لكي ترى مراد الله، وإمتى تغمض عين القلب. هي دي القضية، متى تفتح وتوسع حدقة عين القلب لترى مراد الرب.
قد جاءكم، قال الله عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر، فمن إيه؟ أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. يبقى أنت محتاج تبصر أحيانا، ومحتاج تغمض عينيك أحيانا. قلنا للناس المبتلون، قلنا للناس المبتلين بالنظر إلى النساء إنك أحيانا ضع قطن على عينيك وشاش والبس نظارة سودة وسير في الشارع أعمى، وحين تعرف نعمة البصر فتح. مع العين سهلة إن غمض وفتح، لكن القضية قضية قلب. إزاي تقدر تفتح عين قلبك وتقدر تغمض عين قلبك؟ كيف تفعل هذا؟ ده موضوع تاني مختلف. خلينا في موضوعنا اللي هو إيه؟ بعد هذا الانفصال الذي يحصل بأمرين، اللي هو انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب، اتنين انقطاع قلبه عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى، حصل الانقطاعين دول الانفصال، يحصل بعدها الاتصال. ودي النقطة اللي وقفنا عليها في الدرس الفائت، الاتصال اللي هو بنسميه بقى ايه؟ ورود المأمن عن الالتفات او الرجوع، اللي هي منزلة الإخبات، اول منازل الطمأنينة. نعم الشيخ بالراحة، واحدة واحدة عليا، قول تاني بالاول واحدة واحدة. حاضر. طب صلي. صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الانفصال، بعد أن حميت قلبي عن التعلق بالحظوظ المزاحمة أو الالتفات، خلاص حصل إيه؟ الانفصال. حصل ايه؟ انفصال. الانفصال محتاج بعد كده ايه؟ انفصال. الاتصال. الاتصال ده لما يحصل من الانفصال الثبات، عشان كده قلنا ايه؟ الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد. يبقى الانسان مش هينفع يوصل لربنا ولا يتصل وهو متردد وهو متلفت وهو لسه متعلق وعايز. ده لازم يحصل بعد ما ساب دي انه يثبت بقى، يثبت اللي هو ايه قلنا؟ ورود المأمن من الرجوع والتردد. ورود المأمن من الرجوع او التردد. وان ورود المأمن عن الرجوع او التردد ده مقام اسمه الاخبات، والاخبات ده اول منازل الطمأنينة. الطمأنينة اربع منازل. الطمأنينة ايه؟ اربع منازل. منزل الاول الاخبات، الثاني الانس، الثالث السكينة، الرابع الطمأنينة. يبقى الإنسان عشان يحصل له الطمأنينة لازم يمر بالأربع منازل دول ويحصلهم، يجمعهم يحصل له الطمأنينة. الطمأنينة اللي هي إيه؟ سكون، سكون، سكون أم في استراحة أنس. سكون دي الطمأنينة. خلينا من الطمأنينة دلوقتي، خلينا
في المنزل الأول اللي هو اسمه إيه؟ الإخبات، اللي هو بنحصله عند الاعتصام. لما يحصل الاعتصام بالله اللي هو الترقي عن كل موهوم، يحصل التخلص من كل تردد، ينزل منزلة الإخبات. الإخبات اللي هو ورود المأمن من الرجوع أو التردد. إزاي أحصل الإخبات؟ أو إيه علامات أو درجات الإخبات؟ درجاته: واحد، أن تستدرك الإرادة الغفلة. الإخبات أول منازله أن تستدرك الإرادة الغفلة. أيها الإخوة، قلت لكم كثيرا أني أحبكم في الله، قلت لكم كثيرا أننا لسنا بملائكة ولسنا بأنبياء معصومين، نحن بشر خطاؤون، فلذلك الغفلة واردة. عشان كده ابن القيم قال إيه؟ لا بد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم فإن حراس البلد يوقظون. هي دي، لازم كل واحد مننا بتمر بي لحظات غفلة، لحظات غفلة، ساعات غفلة، أيام غفلة بتمر بي. هذه الغفلة بنقول إيه؟ لابد منها، واردة على الكل، واردة على كل البشر طالما أننا بشر الغفلة. ولكن خليك إيه؟ ها؟ خفيف النوم، ما تغوطش، خليك خفيف النوم. إن ساعة ما حد يقول لك يا فلان تفوق، وقلت إن كثير، فاكرين الجملة دي، خليك فاكرها كويس، إن كثير من الناس زي نصورة كده، إن كثير من الناس مفكر نفسه منتبه، ولكن ساعة ما حد ينبهه يقول الله ده أنا كنت نايم بقى. هي دي، قال له إيه؟ وكنت أظن أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ليس لي بعدها مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت أني كنت قبل ألعبه. هي دي القضية، إن هو الإنسان أحيانا بيفكر نفسه إن هو مصحصح وشغال وبيعمل، لكن لما يشب الحال الصح يقول إيه ده؟ إيه اللي أنا كنت بهببه ده؟ أنا كنت بهرك. لما يفوق ويشوف الصح. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى قلنا أول حاجة في منزل الطمأنينة أن تستدرك الإرادة الغفلة. اللي بيقول أنا ما بغفلش يبقى بيكذب على نفسه. كلنا بنغفل، كل إنسان في الدنيا طالما أنه اسمه إنسان يبقى بتمر بيه لحظات أيام غفلة. الغفلة الواردة ديك من ضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا. الغفلة الواردة دي لو أنت عندك إرادة قوية تستدرك الغفلة. تستدرك يعني إيه؟ مش إنك تفوق من الغفلة، لا، تستدرك يعني تجيب اللي فاتك، تستدرك يعني تأتي بكل ما فات. عشان كده قلنا إن المتربي ينبغي أن يتدرب على ألا يفوت شيئا، كل ما فاته يقضيه. يعني أنا جعلت على نفسي جزءا أو جزئين كل يوم، أو ثلاثة أو خمسة. إذا في يوم أصابتني غفلة، انشغلت، مرضت، نمت والنوم من الغفلة، اليوم الثاني لابد أن أقضيها. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا فاته ورده من الليل ها قضاه بالنهار. يبقى كان لما يفوت 11 ركعة بالليل يعمل إيه؟
يصليهم بالنهار. ده سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما صلى الركعتين بعد العصر قالت له زوجته: ما هاتين ركعتين، ألم تنهى عن الصلاة بعد العصر؟ قال: شغلت بعد الظهر فهاتيني. يبقى لما انشغل بعد الظهر عن صلاة سنة الظهر عمل ايه؟ قضى. مش يا عم دي سنة خلاص فات، ما فيش حاجة بتفوت صاحب الإخبات. صاحب الإخبات مركز قوي، هو دايما يقول للشيطان ايه؟ خلي بالك انا مركز قوي، مركز قوي، اي شيء يفوته يقضي. هو ده معنى ان تستدرك الإرادة الغفلة. الإرادة على طول تغيب اللي فات في الغفلة. اتنين، ان يستغرق الخوف من الله الشهوة، ان يبقى خايف من ربنا خوف لدرجة ان تنقطع شهوته. هو مرعوب. عشان كده تقول ان جبان رعديد امام المعاصي والغفلة. اما يجي يشوف معصية، لا 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 ما اقدرش. دعاء الامام الشافعي بيقول ايه؟ زهدني الله واياكم في الحرام. قولوا امين. زهدني الله واياكم في الحرام زهد رجل قدر عليه في الخلوة فعلم ان الله يراه فتركه من اجله. يبقى هي دي، ان الانسان اللي خوفه من ربنا خوف قوي مالي قلبه. قلت لكم قبل كده ان التوحيد في الخوف، ان يستغرق الخوف من الله كل 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 طاقة قلبك على الخوف. ان يستغرق الخوف من الله ايه؟ كل طاقة قلبك على الخوف، بحيث انك لما تيجي تخاف من حد تاني ما عنديش خوف وخلص بح كله راح لربنا. هي دي، ان يستغرق الخوف من الله الشهوة. ثلاثة، الا يوحش قلبه عارض من هموم الدنيا. الا يوحش قلبه عارض من هموم الدنيا. احنا عايشين في الدنيا وهموم الدنيا كتير كتير قوي. ان هموم الدنيا دي لما تعرض له ملهاش دعوة بقلبه، ما توحش قلبه. هموم الدنيا دي يتصرف فيها اي حاجة، مريض ولا عيان ولا حاجة فيك كسرت ولا ضعفت ولا يلا خلينا نروح نقابل ربنا وندخل الجنة ونرتاح من الهم ده كله. ما شغلتش قلبه ان فلوس ولا غير ولا هي تورد على حياته موجودة. احنا عايشين في الدنيا. مش عايز اسبق الارسالها، لكن خلينا كنت بقى مجهز او ببعت تغريده من مدرسة الحياة. حين ننضج، حين ايه؟ ننضج، سنكتشف انه لا يجب ان يكون لكل شيء رد فعل. مش لازم كل حاجة يبقى لها رد فعل. لكي نسعد ونستريح ونعيش حياة هادئة لا يجب ان يكون لكل شيء رد فعل، ولا كل رأي يستحق التعليق او المناقشة، ولا كل حدث يستحق الاهتمام، ولا كل كلمة
تستحق أن يرد عليها، ولا كل كلمة تستحق أن تعكر صفو قلوبنا. سنكتشف حين ننضج أن بمقدورنا أن نعيش حياة هادئة. إذا استطعنا تجاهل أو تمرير أو حتى تقليل الأشياء التي تكدر صفو قلوبنا أو تعكر ما بيننا وبين الله، سنكتشف أن بمقدورنا حين ننضج سنكتشف أن بمقدورنا أن نعيش السعادة فعلا، حين نستطيع أن نتوقف عن استنزاف المشاعر فيما لا يستحق. هو ده الموضوع، إن هموم الدنيا دي كلها نقدر نعديها، نفوتها، نطنشها، نصغرها، نتجاهلها. قيل للإمام أحمد رحمه الله: العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. قال: لا، العافية إذا كانت العافية 10 أجزاء فال10 في التغافل. اسمه ايه؟ التغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغابى، يعني يتغافل، ان الانسان يعمل نفسه مش فاهم، يعمل نفسه مش واخد باله، يعديها، يطنش. زي ما قلنا كده، مش كل كلمة تحتاج تستحق التعليق. واحد قال كلمة مش مشكلة، خلاص عدت، انتهينا. زي بيقولوا كده، الشتيمة ما بتلزقش، فيش حاجة بتلزق. ان انت تبقى مش كل حدث يستحق الاهتمام، ده حصل كذا. هذا التغافل لو عشته، التغافل عن كل شيء إلا الله، قل لا إله إلا الله، التغافل عن كل شيء إلا مراد الله منك. ليه بنسميها بقى؟ مع ربنا خليك صاحي كتير، طالبتكم خليك مركز. ربنا جل جلاله بيقول ايه؟ وانذرهم، قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة. ربنا بيحذرك ان يوم القيامة ستتحسر أشد الحسرة، أن قضي عليك قضاءات وأنت في غفلة. هي دي، انتبه وركز، يا ترى ماذا قضى الله فيك في هذه اللحظة؟ لما قلت لك خلي بالك وفكر وركز، أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. يا ترى الكلمة دي عملت في قلبك إيه؟ ماذا فعلت في قلبك؟ هل فعلا ركزت بحيث أنك حريص على ألا يرى الله في قلبك غير هذا؟ ولا عدت؟
لنا أن نتساءل الآن ماذا يرى الله في قلبك. ذلك هنا ألا يوحش قلبه عارض من هموم الدنيا. أي حاجة تحصل في الدنيا ما تعملش وحشة بينه وبين ربنا. مرض، سلب منه شيء، أصابته مصيبة، حصل أي هم، أي نكد، أي ألم، ده ملوش علاقة بحاله مع ربنا، ما يعكرش صف حاله مع الله. 4 أن يستعصم بالرغبة من الجفاء. أن يستعصم بالرغبة من الجفاء. أخطر شيء إن يحصل جفوة بينك وبين القرآن وبين المصحف. قال الله وإنه لكتاب عزيز. القرآن كتاب عزيز، لما تهجره يهجرك. قال الله يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون. يبقى أنت لما تجافي القرآن شوية يجافيك 10. القرآن وهكذا، لما تجافي الصلاة شوية تفوت عليك مدة ما سجدتش، بعد كده تسجد ما تحسش الله فين اللي أنا كنت فيه. هي دي، لما تجفو الذكر شوية تنسى. قال الله، قال الله عز وجل، قال الله الكبير المتعال، قال الله العظيم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. خلاص روح، فليمدد له الرحمن مدا. لذلك أن يستعصم بالرغبة. إذا حصل جفوة أيا كانت، لا لا يا رب أنا عايز الرغبة، لا ده أنا راغب، ده أنا لا 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 ده أنا محتاج، لا 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 ده أنا هموت عليها دي، اديني اللحظة دي. يبقى دايما مستغيث بالله. الرغبة، أن يرى الله منك إيه؟ الرغبة. الرغبة يدعوننا إيه؟ رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى عنده الرغبة دي، الرغبة إنه دايما راغب، عايز أن يرى الله من قلبك إنك تريد، إنك عايز، إنك محتاج، إنك متشوف، إنك متشوق. قلت لك كتير، أنت دلوقتي صليت وسجدت لله كم سجدة، قلت كم مرة اللهم اجعلني من عبادك الصالحين. ما قلتش طب تبقى منهم ازاي وانت اصلا ما بتطلبش، مش راغب، مش راغب. لازم تظهر الرغبة، انك تريد ان يرى الله من قلبك هذه الرغبة. ان يستعصم بالرغبة من الجفاء. كل ما يجي جفاء يستعصم بالرغبة. 5 أن يستهوي الطلب السلو. أن يستهوي الطلب السلو. السلو اللي هو النسيان، اللي هو بداية الغفلة. واحنا في زمن دلوقتي بعض الناس يفتخر، يقول لك ده لو عملوا مسابقة للنسيان اطلع انا الاول. يا سلام، ده انا تقول لواحد مثلا احيانا ايه، بطلع التليفون عشان اتصل بحد،
وبعدين انسى وانا كنت عايز اتصل مني. يقول لك والله ده بتحصل منا اكتر من كده، ده حصل كده. بقى الناس كلها ايه قاعده بتتندر بالنسيان، كله بينسى. النسيان ده عقوبات، عقوبه. يعني احنا بنذكر مشايخنا الكبار الله يرحمه، مثلا الشيخنا الشيخ عامر، القران قراءات، عنده 90 سنة وقاعد يسمع ليل ونهار من غير مصحف. قال له ما بينساش ده، ينسى مين؟ تيجي تسلم عليه بعد سنة، انت فلان ما جيتش من اليوم الفلاني. لا اله الا الله، ده انت 90 سنة يا شيخنا. الشاهد ايه هنا؟ ان النسيان ده عقوبات، النسيان ده ذنوب، النسيان ده معاصي، النسيان ده زيادة غفلة، النسيان ده جفاء مع الله عز وجل. فلذلك أن يستهوي الطلب السلو، أن يبقى على طول أنا طالب 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 طالب، ما بنساش. إن الله يحب الملحين في الدعاء، تلح طالب، أنت على طول شغال في الطلب، في الطلب من الله والإلحاح. السلو ما بتسلاش. يقول لك هو ما بيسلاش؟ آه، مع ربنا ها؟ ما بسلاش، على طول في الطلب. بقيت الأخيرة وهي الأخطر، ألا يقطع الطريق عليه فتنة. تقول لكم شيخنا الكبير كنت بقول له ادعي لي، فقال لي ادعي لك بإيه؟ قلت له ادعي لي ربنا ينجينا من الفتن. قال لي فتنة؟ فتنة إيه؟ هي فين يا ابني الفتن دي؟ فين الفتن دي؟ هو مش شايف فتن؟ فين الفتن دي؟ واحنا قاعدين ليل ونهار نقوم ونقع في الفتن، هو مش شايفها. ليه؟ لان هو ده بقى لما نزل منزلة الاخبات اللي هو المأمن من الرجوع والتردد، بقى في امان في حرز الله وكنفه، فما بقاش شايف فتن. فتن ايه؟ هي فين الفتن دي؟ ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني. ها؟ ألا في الفتنة سقطوا. هو اللي شايف الفتنة هو اللي بيقع. قلت لك قبل كده كتير، عارف مفك التست لما تحطه في الكهرباء ينور؟ أدام نورت عندك يبقى أنت مفتون. وصلت؟ هي دي القضية. أدام أنت شايف، تقول ده العراية في الشوارع ملو الدنيا، يبقى أنت اللي بتشوفهم، أنت اللي بعينك بتقع عليهم وبتدور. وإلا في ناس كتير مش شايف فين ده، مفيش. ليه؟ لأن هو مش مفتون، إنما يشكو الفتنة كله مفتون. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الناجية من الفتنة له صفتان، قال وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلب إيه؟ أبيض يعني منور، كالصفا يعني جامد بطل يدخل في الحديد. وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. مطلوب منك قلبك يبقى فيه الصفتين دول، منور وقوي، ألا يقطع الطريق عليه فتنة. يبقى هو وهو ماشي في طريقه مفيش فتنة تحول بينه وبين ربنا، يتخطى كل الفتن زي ما قلنا. ايه؟ قوي، قلب قوي. الاعتصام بالله
هو الاتصال بالحق. يأتي الاتصال بعد الانفصال، بعد الانفصال. أن تقطع تعلق قلبك بالأشياء. هتقول لي اتكلمنا كتير قوي عن موضوع قطع التعلق ده. لا لا لا، لسه ما اتكلمناش كتير. احنا محتاجين نتكلم كتير عن قطع التعلق. ليه؟ لان احنا في زمن عجيب، في ضعف زيادة، ونتيجة هذا الضعف بيحصل التعلق بأي حاجة. انك تجد بعض الناس سهل جدا انه يتعلق قلبه بأي حاجة، بأي حاجة. وده معلش عايز اقول لكم النهاردة اكبر سبب للتعاسة، للتعاسة. لان النهاردة شفت كم حالة النكت، وزي بنقول ان بعض الناس عايش في وهم النكد. يعني هو عايز يزعل، عايز يتضايق، عايز زي ما قلت لكم كتير ابدا عن الشخص اللي يقول لك ايه، انا حاسس ان انا متضايق، قرفان، مهموم، مخنوق. مالك؟ مش عارف. مخنوق من ايه؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي خانقك؟ رغم ان بعض الناس اللي بيقولوا كده عنده كل اسباب السعاده. الخنقه دي جات له منين؟ قلت لكم كتير قبل كده، فاكرين؟ وحشه بينه وبين ربنا، حصل بينه وبين ربنا وحشه. الحزن يا جماعه، انا عايز اقول لكم بقى في اللحظات الاخيره، في مش لحظات، في الدقائق الاخيره في الحلقه دي، ان هذه دعوه للفرح، للسعاده، للاستبشار. ابتسم، افرح، اتبسط. افرح بايه يا عم؟ وفي حاجه في الدنيا تفرح؟ بربنا. افرح بربنا وكفى بربك هاديا ونصيرا. ربنا كفايه قوي. الشيطان يحب ان يحزن الانسان. قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. هو الشيطان يحب أن تحزن، يحاول بكل السبل أن يحزنك. من أسباب التعاسة والشقاء التعلق بغير الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس عبد المرأة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. تعيس من يتعلق بالأشياء. تلاقي واحد قلبه متعلق بالفلوس، تعيس عبد الدرهم والدينار، قلبه متعلق بالمال، عايز فلوس. يقولك انا عايز احس ان معايا فلوس كتير. هتعمل بيها ايه؟ مش هعمل حاجة، بس يبقى معايا فلوس. هي دي، هذا تعيس. حتى لو بقى معاه فلوس كتير برضه تعيس. ليه؟ انتوا ملاحظين ان كان يبقى مثلا ايه، عايز يبقى معاه 1000 جنيه،
النهاردة حد عايز يبقى معاه 1000 جنيه؟ اللي كان عامل بيهم ايه؟ ما انا عايز ايه؟ 1000000، كمان شوية هيبقى 1000000، يجيبوا ايه؟ وهكذا. فهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا بحبك يا سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال ايه؟ قال ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يبقى جعل فقره بين عينيه، إن ربنا يجعل فقره كده قدام عينيه، يروح كده يلاقي نفسه فقير، يروح كده يلاقي نفسه فقير، يروح كده يلاقي نفسه فقير، يروح كده يلاقي نفسه فقير. ضربت لكم مثال زمان من المضحكات، يعني نقول نكتة ماشي. إن الإنسان الراضي ربنا بيزيده رضا، والساخط ربنا يزيده سخط. ربنا قال كده، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. بنقول إيه؟ لو واحد متزوج واحدة بس هي متعبة شوي، فالمهم صبح الصبح قام لا نايمة، يا ست قوم اعمل لنا الفطار. قامت مبوزة ومكسرة عملت له الفطار، فمشي هو متضايق بس بيقول لها الحمد لله، الحمد لله ان لينا بيت ولينا زوجة، راضي. راح الشغل فلقى صاحبه دماغه مفتوحة، فبيقول ايه مالك؟ قال له والله انا بطلب من زوجتي الفطار راح يتخبطاني بالطبق فتح الدماغ. الحمد لله ده انا في نعمة، احنا في نعمة. هو كده الراضي ايه؟ ربنا بيزيده رضا، والساخط ربنا بيزيده سخط. مش عايزين نضحك تاني، كفاية كده ضحك. بس الحاصل ان في مرة حد بيحكي لواحد بيقول له والله انا امبارح كنت نايم بالليل فقمت عايز اشرب، فروحت شربت ورجعت، فزوجتي بتقول لي كنت فين؟ قلت لها عطشت فقمت اشرب. فبكت. بتبكي ليه؟ في ايه بس؟ قلت له ازاي انت تقوم وانا جنبك؟ انا هو صحيح اجيب لك تشرب. قال لما قمت اشرب. ما ينفعش تقوم، انا اجيب لك تشرب. فواحد قال له والله العظيم كده حرام، اتقي الله يا اخي، يا اخي لا تحطم ملوم الناس يا اخي، حرام عليك. فده ساخط. فاشوف النسوان وانا لا يمكن مره تجيب لي كوبايه مي، ما تقوم تشرب، تكسحت. الشاهد هي دي قضية التعاسة، ان الانسان اللي بيحب الفلوس وعايز فلوس مهما كان اوتي برضه هيفضل تعيس. تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة اللي هو بتاع المظاهر والشكليات، اللي عايز يلبس ويبقى محترم ويبقى الناس تكبره وتنظر له بالفخامة والعظمة كده، تعيس. لأنه زي ما قلت لكم بقى اللي هيزيده سخط إن كل ما يشوف نفسه حلو ربنا يرزقه إنه يلاقي حد أحلى منه. هو معجب جدا بعربيته يلاقي حد معاه عربية أفخم من عربيته. هو معجب جدا بعياله يلاقي حد أحسن من عياله. معجب جدا ببيته ربنا يوريه بقى بيوت أحسن من بيته، بحيث يحتقر بيته. هو هيفضل تعيس برضه. تعيس عبد المرأة. ايه اللي دي بقى؟ لسه كنت بقول لاحد ابنائنا النهاردة انه بقاله كم سنة بيدور على زوجة ومش عارف يتزوج. قلت له يا ابني مش هتلاقي زوجة تفصيل اللي انت راسمها في خيالك، اي حاجة وخلاص.
أصل ودين بس، بنت أصول وعلى دين. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجه فاظفر بذات الدين تربت يدك. دي الزوجة دي أو المرأة دي يا جماعة، إن إحنا حصل في زماننا تهويل لشهوة المرأة، في تعظيم وتهويل كده، وشهوة المرأة دي شيء لا يعني. اللهم ارزقنا الجنة. أما تدخل الجنة وتشوف هتعرف بقى انك كنت مضيع نفسك او انت تايس عبد المرأة. عارف بعض الناس كتب ان المرأة تلد لنا المسرات كما ترد الاولاد، فبيقولها لزوجته ان المفروض المرأة الصالحة دي تولد ايه على طول، تفرحنا كل يوم، تعمل لنا فرح جديد، فرحة جديدة. قالت له تولد لك منين؟ ما انت اصلا عشان تولد لك اولاد انت بتضع النطفة، فانت حط مسرات وانا طلع لك مسرات. غلبته صح؟ وانت هتغلب امرأة؟ فلذلك وكلام صح يعني، هي دي القضية. وهتفكر ان المرأة هتجيب لك سعادة كده من السماء، مش هي دي. ما تبقاش امرأة، المرأة لازم انت تزرع فيها المسرات عشان تاخد مقابلها مسرات، وإلا مش هتلاقي. الشاهد ايه؟ التعلق بامرأة، التعلق بالقطيفة والقميصة، التعلق بالدرهم والدينار نكد تعاسة. ولا سعادة إلا في التعلق بالله، هي السعادة كلها وهو الفرح كله. طب ازاي واحنا مهمتنا في المدرسة الربانية ازاي؟ هي دي قضية كيف، ازاي اوصل لده، كيف يكون الاتصال بالحق والتعلق بالله وحده. قال لك شهود الحق توحيدا بعد الاستخزاء له تعظيما. شهود الحق توحيدا بعد الاستخزاء له تعظيما. ابن القيم أبدع في الكلام ده في المدارج بطريقة عالية قوي، والمقامات العالية دي لما بتبسطها بتفسدها، عايزة مشاعر عالية. عشان كده عايز أديك بس لمحة في آخر الحلقة دي ونكمل إن شاء الله المرة الجاية. بيقول ابن القيم هذا المقام امتزج فيه الحب بالتعظيم مع القرب، وهو منتهى سفر الطالبين. تاني صلى الرسول، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي. هذا المقام امتزج فيه الحب بالتعظيم مع القرب، ومن أراد ذلك حقيقة حقيقة فلا بد أن يغيب وينتهي من الوجود الشاخص في حقه من لم يكن ويبقى من لم يزل. هتقول لي ترجم؟ في منزلة الفرار، قلنا الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل. قال الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. في الزمن الصعب اللي احنا عايشين ده
حلك الوحيد انك تفر الى الله. اني لكم منه نذير مبين، واضح، نذير واضح، فر ربنا. لما تفر ربنا لازم تفر من الى من ممن لم يكن. مين اللي لم يكن؟ هي دي، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره. لما كان الله ما كانش فيه بشر، لابوك ولا امك ولا اخواتك ولا مديرك ولا صاحبك ولا صحبتك ولا، ما كانش فيه بشر خالص، ولا آدم ولا حواء، ما كانش فيه زرع ولا فاكهة ولا طيور ولا، ما كانش فيه حاجة خالص. أو تصور أنت بقى كده، وهي ديك بقى قلت لكم اسمها إيه؟ سياسة كأنك. شوف بقى، كأنك وما فيش حاجة إلا الله. هو ده الحل الوحيد للسعادة، أن يغيب عنك التعلق بالأشياء، لا مال ولا منصب ولا مظاهر ولا أصحاب، أن يغيب عنك كل هذا، يبقى تعلقك بس بالله، اللي هي التعظيم الحب مع التعظيم والقرب. نستكمل اللقاء القادم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.